واش تقبل تزوج قبل ما ندير لك الطلاق؟ لا دير لي الدار الاولى وانا باغي نتزوج اصاحبي انا. لا لا ما تقولش لي تزوج، غنجوجك انا فوق الضلا. وانا بقى باير. لا فوق الضلا. باير. باير ولا براسك هذيك باير ولا الباكور، على انت بنت باير، على انت بنت انت ديما فالابل، تكون عندك 60 عام فالابل، ديما فالابل. المرأة هي اللي بايرة. وهي ولا ولا هي ولا شاب الله داك الشيء. فوق الضلا نجوجك انا صافي. وناكلوا العسل والبيض فوق الضلا ونشطحوا فوق الضلا. ان شاء الله. صافي. ان شاء الله. قول لي يا ولدي دابا انت. واش القراية ديالك؟ صافي فضيتي معاها؟ راه خصك ترجع القراية. قول لي القراية ديالك. والقراية نكذب عليك يا ودي القراية صافي باي باي. علاش باي باي؟ ما قال باي باي. شنو باي باي؟ انت حماق ولا مالك؟ قول لي باي باي. ما معك صاحبي. لا لا لا. دابا الضلا ترجع القراية ديالك. صافي ان شاء الله. ولكن القرايه محال انا واعر بغيت نخدم على الوالد بندير شي بروجي ديالي. لا البروجي ديالك خص تكون عندك الصنعه بعدا. اش مصنعه؟ لا دير الصنعه في يديك وديك الساعه خرج برا. تكون عندك الصنعه في يديك عاد ديك الساعه انا نشجعك انا نخرجك برا. تكون انت سباخت ولا تعلق. كيفاش تخرج ولا شي حاجه؟ كيفاش انا نبيع ديك الدار كاع وندير لك الورق. اجري عليا. خرج برا ولكن خصك دير الصنعه في يديك ان شاء الله. الا مشيتي بلا الصنعه راه زيرو ان شاء الله. خصك دير الصنعه في يديك ان شاء الله. الوليد انا في الحقيقه بغيت نقول لك واحد الحاجه فهمتي. ايه شنو هي؟ شحال هذه كنبغي نقولها لك ولكن دابا جات نقول لك من هذا المنبر. ايه نقولها لك هذه. ايه غير والو. راني نبلي شويه بالكارو. الكارو نعط الضوء هذاك الحمار. الكارو ما مزيانش. راه دابا المشكله. لا شرب الشراب وما تكملش الكارو وما تكملش الكارو. الشراب مزيان للصحه. واحد المعلقه في الصباح والمعلقه في العشيه ما تفوتهمش. لا لا كون هاني دابا المشكله راه تبريت انا صافي مشيت. لا المعلقه في الصباح والمعلقه في العشيه والكارو لا صافي الكارو صافي. الله يسخر. هاكا قلنا صرا ما غاديش تبركع الا ما جيتيش متفقه وضربتيه. راه خصك على العزيمه تحيد الكارو وتحيد الكيف وتحيد الشيشه وتحيد كل شيء ان شاء الله. صافي بغيت نقول لك دابا واش الفلوس الضاله كاينين موجودين؟ معقول؟ لا هو في الحقيقه موجودين. ايوا خصك انت اللي توجد الوراق. الورق ان شاء الله انا نوجدهم ان شاء الله. غادي نفرح لك بهذه السيمانه ان شاء الله نوجد لك الورق ان شاء الله. الله يهدي القايد. الله يهدي. الله يهدي. الله يهدي من هذا المنبر تحيه لكلشي الاداره المغربيه تبارك الله عليكم. والو وليد غنسولك الا جاب الله ما درتش لك الدار شنو غادير ليها؟ الا ما درتش ليك الدار غنسخط عليك يوم القيامه والجمهور ديالي والجمهور اللي كيحبوني كلهم غيسخطوا عليك وراه كيشهدوا عليك راه تبعتك الضلا راه عام هادي مازال درتي لي الضلا. شوف الضلا غادي نديرها لك. السلام عليكم قادو ان شاء الله الاوراق ودير لي الضلا. السلام عليكم. هاكاك هاكاك رسم شي مستقبل شي خطه ديال المستقبل رسمها قدام عينيك ولا لا ولا غير كت غير خرج رجليك في الشواري ولا راك غادي في الخسران الحمادي؟ لا لا بطبيعه الحال اي واحد عنده بلون ديال الحياه ديالو راسم مستقبله بين عينيه ضروري ضروري وضروري داكشي ديال كتفكر ليا غير تيتيز ولا الباكور ولا هادي ولا عندك داكشي؟ لا داكشي خطينا داكشي كاين ولكن ابار. هاكا راه كلشي كيفوت راه اي حاجه عندها البدايه وعندها النهايه وهذا النهايه خصك تعرفها ان شاء الله. خصك تجمع راسك شويه. وشكرا. قول راسك يجمع راسه. ياك هاكا ايوا انا جمع راسك. وجمع راسك انت جمع راسك وجمع راسك. خالد ادليسي من مواليد سنه 1998 ولد مدينه اكادير بالضبط حي التشايره. يعني شديت الباك ديالي قريت من مور الباك 3 سنين في لافاك وما كملتش لاسباب خاطئه. انا ادليسي محمد زيد في عمالة تروزانت دائرة أولوز إذا وقمت في 1954 ومشيت خدمت في كازا شحال خدمت في كازا وعاود رجعت لأكادير خدمت في لوطينا فود خديت التقاعد ديالي وخلاو لي غير من با شي حاجة 40 أبريل خلاوي في التقاعد ومقاتل مع الوقت الحمد لله لله حشم. جاتني الفكرة على غفلة. المهم بديت داكشي يعني بديت على غفلة أنا وصحابي كنسطوري وأنا وياهم غير في سناب شات. المهم بدينا كنطلعوا شوية في النيفو شوية بشوية. في الأول ما كانش معنا الوالد. مؤخرا كنت كنخاف بعدا أنه يعرف أنني كنت كندير هادشي ديال الفيديوهات ولكن الحمد لله جا واحد النهار ودرت معاه واحد الفيديو. داك الفيديو حطيته في الانستغرام عندي ونال الإعجاب ديال الناس وصافي هو امتى عرف انه انني نحت انا الفيديو فاش خرج وبداو كيعيطوا ليه الناس والو ما يضيع والضال وكذا.
انا ما عرفتش هو المذاع كنضر فيهم كنقول هو المذاع شنو هو المذاع كنسبهم كنضر فيهم شويه لحق العيد مشينا انا ومبو عند ولد خالتي اللي جوج بنت خالتي هي 70 وتهضروا فينا وداك الشيء قالت لي داك الشيء اللي كيدير خالد ما تخاصم معاه ما والو وقلت لها اش كيدير ما عرفتش اش كيدير انا عندي غير داك التليفون الصغير شويه هي هذيك اللي جيت قلت لها شنو كدير حل لي قلبو قال لي اش كندير اش كندير كندير الافلام فسميتو قلت له صافي هي هذيك ودخلني معاه حتى انا مع فيا السكر وطونسي وداك الشيء كنبرد العضيض ديالي فهذاك الشيء وبقيت معاه في الفيديوهات المقاليب كيجيوها على غفله ما كنعرف حتى كيدير لي شي مقلب راه طيحني ذاك النهار فاش خوا لي الدار طلع لي السكر تحت بالطونسيو سمعتي والله المقاليب هو عارفين كيدير لي ولكن حتى انا غنوجد لي واحد المقلب غندير لي واحد المقلب هذه السيمانه الجايه ان شاء الله غندير لي واحد المقلب واعر بارك الله عليك الضاله مازال الضاله المشكل ديالها وهو انا بنيت في الاول بالعشوائيه ياك ولكن دابا اللي بغيت نكمل القيد تبدلوا داك الشيء وجا واحد القيد الله يهديه باش يعطيني يدير لنا رخصه نديروا رخصه ان شاء الله باش نكمل الدار ان شاء الله ندير الضاله ان شاء الله كاين واحد حدايا لهاد الجي عنده لانتري ديال الامريكان فاتني وواحد عنده لانتري ديال فرنسا فاتني وانا عندي لانتري ديال المغرب قد لتحت تق الله يا يرحم دوشي تق الله تبارك الله عليك وانا ما يضيع هو في الحقيقه تبدلوا بزاف الحوايج في حياتنا ولكن الحوايج الاساسيين راه باقيين عادي يعني علاقه الاب مع الابن ديالو يعني كنتعامل معاه عادي كنفيق في الصباح كيسخرني كاي اب كيسخر ولدو كيمشي كنمشي انا وياه للحمام لا ما بقيتش كنمشي انا وياك للحمام ياك الحمام لا ما كنمشيو ندوشو لا انا فكنمشيو للبيسين اي كنمشيو للبيسين اما بالنسبه للحمام ما بقيتش فما تبدلوش بزاف ديال الحوايج لا عائلة محافظة فهمتي وماشي متزمتة في نفس الوقت حنا متفتحين على الصعيد العالمي والوطني متفتحين مزيان وماشي متزمتين ومحافظين وعائلة محترمة الحمد لله تبارك الله عليك والمزيان تبارك الله عليك بالنسبه لهذه القضيه ديال اللي قلتي لي كيفاش تقبلوا لونطوراج ديالي هذه القضيه ديال الفيديوهات وكذا والشهره هو في الحقيقه لقينا مشكل مع بعض العناصر في العائله يعني كاين اللي كيقول لك يضحك يعني يضحكوا علينا الناس كاين اللي كيقول كيخربقوا ولكن الحمد لله لقينا الدعم من هذه هي ضريبه الشهره ضريبه الشهره هي هذه فعلا اش نتصوروا لا انا كنهضر ولكن ما كاين مشكل حنا داك الشيء كنصبروا ليه فهمتي صبروا لي لحقاش بغينا الضلع انا هضرت انا على العائله فهمتي العائله ديالنا حيت كاين الناس اللي ما بغاوش وكاين الناس اللي بغاو ولكن حنايا ما كنسمعوش يعني لي كومونتير اللي خايبين حنا كنحاولوا نشوفوا بواحد النظره تكون ايجابيه داك الشيء كيجي عفويا حنا كنديروا داك الشيء عفويا ما كنقروش ما كنديروا لا السيل ولا ورقه لا والو كيجي داك الشيء عفويا من عند الله داك الشيء ما كنمثلوش عليكم ولا شي حاجه تبارك الله عليكم وديما جمهور ديالنا الله عمر هذا والو ما يضيع تابعنا دائما عمر هذا وباش نوضح شويه في هذه النقطه هذه حنايا ما درناش هذا الشيء هذا زعما كاين كانه كوميرس ولا باش اننا نجنيو منه شي فلوس واخا من موراه فلوس ولكن حنايا في البدايه ديالنا انا ما كنتش نهائيا كنفكر بانني زعما كاين غادي نديرو كخدمه ولا كتجاره ولا كشي حاجه يعني بديتو غير حيت لقيت فيه راحتي فهمتي ولقيت راحتي مع الوالد انه يدير معايا فيديوهات داكشي علاش حتى انا لقيت معايا راحتي مع فيا السكر وفيا طونسيو وكنبرد الغذاء ديالي في هذه الفيديوهات وكنتسارى ودابا الحمد لله راه ركبت الطياره وشويه غادي نركب في التران حتى جي بي سي ان شاء الله غادي نركب في التران وان شاء الله غادي نركب في التران الطرقيه ان شاء الله من دابا لقدام تبارك الله عليكم والضلاء فوق الضلاء ان شاء الله ندير الضلاء لا تركيا عاد الضلاء لا الحمار الاخر شوف الضلاء هي الاولى كون هذا الضلاء ان شاء الله هي الاولى تبارك الله عليكم ودعمونا مزيان وكنتمنوا التشجيع ديالكم الله يعطيكم الخير تبارك الله عليكم وشكرا وكيف ما قلت لكم كاع الفيديوهات راها عفويه وداك الشيء انا ما كنحطش نهائيا البلون الفيديو مثلا فاش كندير فلوغ ما كنحطش ليه نهائيا البلون ديالو كنقولوا غادي نمشيو لهاد البلاصه كنمشيو ديك البلاصه وديك البلاصه هي اللي كتعطينا لي بلون ديالها يعني كنشوف انا في ديك البلاصه كتبان لي شي فكره كنحاولوا نديروها انا والوالد والدراري ولا شي حاجه
لا هو في الحقيقه اليوتيوب المغربي ناقص شي شويه من ناحيه السي بي ام ديالو، وهذه راه معروفه عند الناس كلهم. بالنسبه للسي بي ام ديال اليوتيوب طايح بزاف عكس السي بي ام ديال الدول الاخرى كامريكا واوروبا. يعني داك الشيء على قد الحال، يعني ماشي شي حاجه الناس اللي ضاربين الفلوس كيضربوهم في الاشهارات، ما اما في اليوتيوب ما ماشي شي حاجه اللي كثيره كثيره. على الضلا عام هذه يلاه تخلي كاميو الرملة عام هذه وراه دال عجاج مشكله ولا لازم وعاونونا نديروا الضلا لازم. كيف ما قلت لك اخويا راه داك الشيء كيجي سبونطاني. انا بان لي داك البلون ديال انني خصني نحطو في نلوحو في الماء، اتفقت انا وصحابي باش يوقفوا من موراه يعني غير غيتلاح في الماء يمشيو يهبطوا ليه حيت هما كيعرفش يعوم. واخا زعتي عليا في الاول ديال الفيديو قال لي يا ودي راه كيعرف يعوم وصدق والو كي الخنشه صح ديريكت شوف بنتك لتحت فعلا. فهذاك الشيء كيف ما قلت لك كيجي سبونطاني وكيجي عادي، يعني الافكار كيجيو عادي. انا زاد عليا الحب في الدار البيضاء، الحب في الدار البيضاء كنت كنقز الدارو ديال الزفر قد هكا فهمتي، كنت ما كناكلش الخبز، الحب كاين في الدار البيضاء كاين، كنقز الدارو الزفر قد هكا الا مشيت نتسخر سمعتي، والحب كاين في الدار البيضاء ما كاينش مزاح. ايوا اش غدير؟ فاش هي هذيك فاش قلت لها يا ربيعه حب فيكم يا ربيعه نمشي ونجيكم يا ربيعه، والسروال كحل ما باغي تحل يا ربيعه حب فيكم يا ربيعه. مشيت بغيت نتقيد فيها ما خلانيش خالي، خالي قال لي لا راه غادي يقتلوك. انا كنت في الدار البيضاء ديك الساعه 75 كنت غادي نمشي نتقيد، شوف كنت كنهزني واحد الفرح وداك الشيء، بغيت نمشي نتقيد والله العظيم بغيت نمشي نتقيد، وحبسني خالي قال لي لا راه غادي يقتلوك وداك الشيء ما تمشيش للمسير الخضر، ما مشيتش ياك. وهي هذيك وكنت في المارشي كريو القديم، المارشي كريو القديم حدا اكس لاز، دابا داروا في بلاصه اكس لاز وسميتو، وكيجي عندي احمد الغول، احمد الغول ديك الساعه كيجي عندي، احمد الغول جاب ميداليه ذهبيه من كوبا، وديك الساعه كان البصري ما استقبلوش في المطار، ملي ما استقبلوش في المطار كاع عليهم ولا حلوهم ديك الميداليه وخرج ليها ديريكت. وجو كيجي عندي الحنود الحليب كياكل عندي الرايب وداك الشيء مصاحب معاه وداك الشيء، وعرفت اش دار؟ قلب الفرغونيت بالمخزنيه ديالها، قلبها بالمخزنيه ديالها. وعاوتاني واحد المره جا كلا عندي بزاف، هو خفت ما يخلصنيش، جا واحد صاحبه هو يخلص عليه سمعتي، وعاوتاني دازت ليا القرطاسه هنايا فين دازت ليا حدا ودنيا داز، وتخلات في الريدو وتخلات في الفيترينا وصدقات في الغرف ديال الطون. ديك الساعه حيت ديك الساعه كان واحد الانقلاب ديال الصخيرات ولا ما عرفتش كان، ما فراسيش انا كيقول لك سدو سدو، كان حاضر التجوال وما فراسيش هي هذيك. وديك الساعه كنت كنمشي لبوتبي القديم وبوطويل وداك الشيء فهمتي، كاين بوتبي القديم كاين سبيرانسا، مشيت دخلت سبيرانسا وداك الشيء هي هذيك سبيرانسا ما عرفت تسول عليها هما اللي عرفنا. ديك الساعه كانت السينما ابولو ما كانتش لوطين كازابلانكا، وكاينه السينما بوكس سمعتي، وسميتو بن مراكش، هذا الشيء بن مراكش كاين بوسماره، وكانت واحد القهوه ديال عبد العزيز الشيظمي القهوه ديال عبد العزيز الشيظمي كنت خدام فيها لاصقه في مارشي سنترا مارشي النوار، هي هذيك كنمشي نفيق مع الخمسة الصباح كنجيب البيني وبتي بان الشوكولا والشنيك كنجيب من باشا السوميكا في الفران ديال باشا السوميكا. واحد المرة هزيت واحد البلاطو ديال سميتو البيني مع ديك الخمسة الصباح، شفت واحد الحمامة طاحت من الفوق مشى ليها واحد المش، مشيت أنا جريت على المش ويلا بغيت نهزها، درت بحال هكاك فوق عليها جوج مخزنية دوك المخزنية لابسين جلاب ديالهم طوال وقفوا عليا قالوا لي ها انت اللي كتسرق الحمام اجي لهنا، داوني انا والبيني ديالي وكلواصا ديال بوسماره، داوني هذيك المقاطعه ديال بوسماره، ملي داوني تما بقيت تما حتى تمني حتى جا القايد، عاودت ليه القضيه قلت ليه راه طاحت الحمام مشى لي انا مش وجريت عليه، قال لي هي سبقتي المش، بقاو كيضحكوا شويه صافي هو يطلقني. ملي شفت راسي عامر بالريش ديال الحمام باش كيديروا هما تابعيني من اللور وكيحيدوا الريش للحمام وكيغسلوا ليا في الشعر ديالي، جيت قال لي اش داك الشيء في الشعر صافي هي هذيك
وفي الاخير كنبغي نقول شكرا بزاف لكاع الناس اللي شجعونا وساندونا وتضامنوا معنا من الاول يعني، وكان سبب كانوا هما سبب النجاح هذا الشيء هذا اللي حنا فيه دابا. كنبغي نقول شكرا لكاع الناس اللي ما بخلوش علينا باللايكات ديالهم وبالكومونتيرات الزوينين ديالهم. شكرا لكم بزاف، وراه حتى حنا كنبغيوكم كيف ما كتبغيونا، وان شاء الله غادي نوعدكم بشي حاجه تكون زوينه وغنطلعوا ان شاء الله النيفو من هنا لقدام. شكرا لكم بزاف. كنشكر اشواق بزاف للاهتمام ديالنا لنا وتغلط فينا وعاونتنا وجابت لنا المنبر ديالها حتى لعندنا وسولتنا، كنشكرها بزاف وكنتمنى لها السعاده وكنتمنى لها طول الحياه وكنتمنى لها السعاده في سميتو ديالها. وتبارك الله عليهم راه عندهم داك الشيء والو ما يضيع، داك الشيء مزيان وداك الشيء تبارك الله عليكم. وحتى الجمهور ديالنا الجمهور ديالنا حتى كنحيي من هذا المنبر، كنحيي الجمهور ديالنا ديال والو ما يضيع تبارك الله عليكم. الدار ان شاء الله والو ما يضيع تبارك الله عليكم. شكرا.